التورشن مش هعرف اجيبه عند نقطه معينه عشان مش محدد لي. هو مش محدد لي اصلا، هو مش محدد لك اي حاجه، هو بيقول لك ماكسيمم ابسولوت شير ستريس ان ذا شافت، اجيبه عند اخر نقطه يعني. فاللي هو لما كنا بنرسم التويستنج مومنت دياجرام وبنجيب الجزء اللي فيه اعلى تورك والتورك ده بنجيبه عند الار اوتر، يبقى دلتا ماكسيمم شير ستريس. يعني هنشوف اول مساله دي مثلا. فانت دلوقتي لما تيجي تحسب الرياكشنز هنا هيطلع لك بي و بي صح؟ من السيمتري كده كده. يبقى انت في اي جزء هو ده تور دي فورس والراديوس من دي لك يعني في واحده مش مدينا رد. لا 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 مديك الريديوس مش مديك الريديوس بتاع البولي مديك روسيك لا مديك الريديوس بتاع البولي لا الفورس كده فيه يبقى انت هتضربها في 40 عشان تجيب التور كده اهو يا عم التور طلع كان التور ما حد سامع الفورس هو يعني ناب اكتر من بره عشان البولي هو ماشي ناب قال بولي البولي ها يعني كروس سكشن انت على الشافت ولا على البولي شكله بولي يا عم كروس سكشن على الشافت باين ان هي باين بولي بس الكروس سكشن بتاع الشافت مش بتاع البولي ماشي انت مش مديك المساله دي ناقصه بس خلاص خلاص احنا فرصه مش هلات انا ما حدش فيه فرصه بنشيل البوليس خالص يا عم انا مش يا اما حاجه ثانيه واحده بس يا اما الفورس دي في السنتر ما ينفعش تبقى في السنتر اسيوم بقى ما هو مش دي حاجه ما عامل ايه طيب ماشي عموما في الامتحان هتجي لك مساله ولا كيو بس الكيو مبدئيا طيب خلينا نفترض لو هي بتعمل تورش هيبقى عندك على كروس سيكشن اهو ايه شيله لا شيله شيله ان شاء الله اهو كده كده هنحسب الاثنين والفورس في النص حلو في بي ودي تي في دي على الاثنين بتاع الكل لو موجود خلاص هو طبيعي لان هو لو في بولي فعليه سير السير ده هيبقى فيه مسافه بينه وبين السنتر خلاص طيب الاثنين ساعتها انت بتجيب فين بتجيب عند اي نقطه على الخط ده كشير فالتاو شير فورس هتساوي التي في كيو على اي في تي الكيو بتاعتي هتبقى الاريا الكبيره اللي هي باي على 2 40 تربيع ناقص 30 ناقص 30 تربيع في 4 40 على 3 باي ناقص يعني هي المفروض تحسب كل واحده لوحدها ايوه الكيو بتاعت الكبير ناقص اللي هو هنفتح منه صح؟ اسمع الاثنين بقى لا خلاص ما انا اسامك اه ماشي خلاص يبقى ده ايه؟ دي الكيو اللي هحسبها عند السنتر يبقى انت لو عايز لو عندك بس شير فورس هتعمل تاو بتساوي بي في كيو على اي في تي الكيو بتاعتك هتاخد ايه؟ الفورس كده تاخد عمودي عليه اي نقطة على الخط ده ليها نفس الشير ستريس. يعني هتاكد بقى بص اصل هو الفكره احنا عاده ما كانوش يعني القانون ده مش بنستخدمه في الماده هنا ما اعرفش ده قرار جديد فارجع له جابوه منين لو حد يعني لو بص على المحاضرات هفهم جابوه يعني الاحسن يا جماعه في الامتحان اشتغلوا بالقانون ده تمام اشتغل بالقانون ده التاني غالبا بيجيب لك الماكسيمم عند السنتر
اللي هو 3 على 2 او 4 على 3 في واحد لو سوليد واحد واحد لو سيركل واحد لو ريكتانجل بس ال 40 وال 30 دول ده مش ريديوس لا ريديوس تطلع نفس الرقم المساله ريديوس تطلع نفس الرقم اللي انت لسه ماسكه مش هتعرف تحل المساله بص ما قلتش ماشي فاهمين دي ولا مش فاهمين 50 بتكلم على رقم كويس 50 كده يعني انا دلوقتي بشوف الفورس اتجاهها ايه باخد عمودي عندها الخط اللي فايت المحور اللي فايت بالسنترويد في الاتجاه العمودي على المحور العمودي على القوه هو ده الايه ده اللي بيعمل الماكس نفترض بقى ان انا عايز احسب الشونسين هاجي دلوقتي عندي الاول نقطه ايه ونقطه بي هنا فنقطه ايه دي لو عندي تورشن هزود عليها التي في ار على جي يبقى انا لو عندي نقطه ايه هجمع على الشير ستريس اللي جاي نتيجه الفورس الايه الشير ستريس اللي جاي نتيجه التورشن اللي هو تي في ار على جي زائد التي في كيو على اي في دي عند نقطه ايه هنا الاثنين هيترفعوا من بعض مش انا معايا ريدس بتاع البولي اه هيبقى في دوشن موجود هو الاثنين بيعملوا على نفس البروسيكشن وده بقى دوشن بس مش عندك ازاي ما فرصه انت هتنقل الفرصه دلوقتي عندك الفرصه على الجنب هتنقلها عند السنتر بفرصه ومومنت وانت بتنقل اي فورس من مكان نقطه لنقطه عن طريق فورس ومومنت ودي صغيره ممكن التورك يدي شيء فورس؟ لا هو مش التورك ما بيديش شيء فورس، التورك بيدي تورك وشيء فورس بتعمل شيء فورس، بس هو التورك جاي من شيء فورس بتأثر على بعد المسافة على وضع الإنسان. يعني إيه تدي تورك؟ كل فورس تدي تورك، إحنا مش فكرة تدي وما يديش، أو فكرة إن أنت دلوقتي بتحسب بتنقل القوة بتاعتك عن هو في نفس الشيء في ايه بقى كل عمال يتكلم هتنقل الفورس عند السنتر بتاعك الفورس دي كده هي عملت ما مش تعمل بندنج يا جماعه مفيش بندنج بندنج بقى لو انت دي حاجه ثانيه لو انت كملت المساله في حته ثانيه او مهتم بشيل ستريس لو انت بقى عايز تشوف البندنج هتاخد على الطول بتاعك ترسم بندنج مومنت دايجرام تشوف هتعمل مومنت قد ايه ما كده هذه شيف فورس بتتورك ايوه عشان هي بتاثر على مسافه بعيده بقى مش فكره بتدي وما تدكش الشيف فورس لوحدها بتعمل شير نتيجه الشيف فورس لو عندي تورك يبقى التورك هيعمل شير ستريس نتيجه التورك فانت الاول خطوه بتجيب الانترنال رياكشن عند السنتر بتاع الجسم بعد ما جبته هتبتدي تشوف كل واحده فيهم بتعمل انهي نوع من الاستريس فاهم؟ ايوه طيب المساله الثانيه نفس الفكره ان انت هتعمل هتجمع الفورسز لو هنا مديك بقى الراديوس هتجمع القوتين اللي جايين كده والقوتين اللي جايين كده هتجمعهم مع بعض وهيعملوا تورك كبير ناقص الصغير يعني انا عندي في المساله يعني عامل تورك دايجرام يعني ممكن يعني بس هي مش مستاهله يعني انا بقى عندي واحد كده واحد كده هيبقى عندي الفورس هنا اهو نفس الكلام انا عندي الفورسين دول هنقلهم عند الايه سنتر الشافت هيعملوا 8 كده 8 6 زائد 2 هتفتحهم بعض يا جماعه فورسز لسه مش نور فورس الاثنين قوتين بيأثروا في الاتجاه ده يعني كده هتدي لسه هعمل تورك بقى اللي هو الستة ناقص الاثنين في الراديوس يعني كده كده مش كده انا يبقى في صح؟ ايوه دي كده 14 وهيبقى عندي التورك عباره عن 6 في ار يعني لو احنا قلنا دي ار 1 ودي ار 2 اللي هي دي 100 ودي 150 خلاص؟ وهتبتدي
هتيجي انت هنا بقى ترسم تويستنج مومنت دياجرام وترسم شير فورس دياجرام. هو كان عايز مني الشير الشير ماكسيمم شير ستريس على الطاره دي ولا على على الطاره؟ ما عليهاش حاجه، مش هعتبر اصلا ان انا بحسب عليها ستريس، بحسب على الكورس سيكشن بتاع الشوب. طيب لو بصوا ما حددتش هو طبيعي يعني عاده يعني انت عموما الطاره دي ليها ريدياس كبير تمام، فهي مش هيبقى عليها ستريسز كتيره لانه الجي كبيره، فهي اصلا مش دي اللي بتشيل الستريس، الثانيه اللي فرقت كمان الشيء اللي متحمله تمام. مش مهندس تطورنا كلنا بنعتبر ان احنا بنجيب الشير ستريس عند النقطه كريتيكال، انا اعتبرت ان النقطه كريتيكال هي اي وبي. تمام، جبت بقى الستريسز عندها وقارنت. انا جبت لازم هو الكريتيكال هيبقى النقطه دي. تمام، لا نتكلم على مساله ثانيه. لا المساله دي بقى دي لسه بقى قصه طويله، هترسم بقى شير فورس دياجرام وتويستنج مومنت دياجرام وتاخد الماكسيمم وتشوف ال انا ما لما نعمل الشير فورس دياجرام هعمله من المنظر ده ولا من المنظر ده؟ بص انا عملت شوف انهي واحد بقول عليه صور ممكن على 14 صح؟ يعني الشير فورس دياجرام والتويستنج من المنظورين زي ما شايف بيقول من هنا ومن هنا تمام. بعد كده جبت بقى عند نقطه ايه ونقطه بي. لا انت بعد كده هتاخد سكشن اللي انت قلم منه مثلا سكشن نقطه هنا او إيه نقطه هنا ايه وبي تمام. هتاخد عند الارض، جيت بقى عند السكشن ده هتاخد عند نقطه فاهم النقطه اللي هتجمع فيها الاثنين. هيبقى بقى عندي بقى اثنين شير فورس، هيبقى عندي بقى شير واحده بس. يا جماعه بص لازم تبقوا فاهمين القصه ماشيه ازاي. شير فورس مش هيجي لك عمرك اثنين شير فورس في نفس المساله ويتجمعوا. ليه؟ لو انا كروس سكشن بتاعي عامل كده وعندي فورس كده وفورس كده على نفس الكروس سكشن عند اي نقطه على الخط ده واحده سم هتبقى الشير فورس ستريس ماكسيمم اللي بتاع العمود. هو انا كده كده ما بهتمش للنقط اللي في السطح، اقول ادي نقطه واحد الاربع نقط دول فالنقطتين دول بالنسبه للقوه دي بصفر وبيديني ماكسيمم نتيجه دي، والعكس في الناحيه دي 2 و4 هيديني ماكسيمم عن طريق القوه دي وزيرو عن طريق دي، فالاثنين مش هيتجمعوا مع بعض. وما تقول ما هتقولي في نقطه في النص، ما النقطه اللي في النص ما عندهاش شير نتيجه التورشن فهي ما تهمكش اصلا، لان التورش الشير ستريس اللي جاي نتيجه التورك اكبر بكتير من الشير ستريس اللي جاي نتيجه الفورس، فانت لازم تشتغل على النقط اللي بره. طيب يا باشمهندس انا كده هبص لها من المنظور ده وهجيب الشيل، هجيب وات ايفر بقى الشيل الاكبر بقى اللي هي 14 غالبا هتيجي عند 14. هتقلق منها يعني انت ممكن ما تعملش شيل فورس دياجرام ولا اي حاجه، تاخد 14 وتشوف اكبر تورك فين اللي هو بقى يبقى 6 الاثنين واحد يعني عند المنطقه اللي هي يبقى فيها شيل فورس التورك هنا 4 وهنا يعني في هنا تورك مختلف عن التورك ده، يا اما اجي احسب التورك عند ال ما دي 6 في 100 ودي 4 في 150 هيبقوا 600 هيتجمعوا على بعض. دي عكس دي. طب معلش انا عايز اعمل تورك دياجرام للمنظر ده عامل معايا. لا حاجه هو التورك دياجرام هيبقى عامل كده هو لو انا بص من اللي هو المنظر بص كده اللي هو 14 اللي تحت يعني. طيب ماشي هيبقى عندك المنظر اهو. هو عندك هنا بزيرو هيطلع الستة ينزل كده، ده الشيف ده الدور تويستنج مومنت دياجرام. في المنطقه دي هيبقى هنا لانه هنا في سموث بيرنج، هنا سموث بيرنج في الحته دي ودي ما عليهاش تورك اصلا. انت مش انا فاهم احنا قلقانين من الحته دي يعني المنطقه في اخر النقطه دي تعتبر لسه فيها تورك صح؟ اللي هو عند الطاره نص الطاره بالظبط لسه يعتبر فيها تورك صح؟ نص الطاره اللي هو في هنا عند نقطه الابلكيشن بتاع الفورس مش ناقصين فاهمين الكلام ده؟ اللي هي 6 في 100 او 4 في 150 لا التورك اللي في النص التورك اللي في 100 500 فاهمين احنا عملنا ايه يا باشمهندسين؟ لا خلاص ما هي باينه يعني هو باين كده كده الفورس الكبيره هي 14 يبقى انا البلين اللي قلقان منه هو البلين ده بس حطها هنا ماشي انا كده هجيب دي ماكسيموم وتو ماكسيموم انا هحسب الماكسيموم والتورك ماكسيموم شفت مثلا هحصل على الاوتر هجيب تي ماكسيموم وهجيب دي ماكسيموم وهجيب طب هحط النص اللي عندي. طيب هنبص على مساله في البريشر فيسلز اللي هي مساله 10 دي عشان دي مساله برضو يعني فيها افكار كتير وبتيجي كتير برضو في الامتحانات حاجات شبهها.
المسألة دي بريشر فيسل عادي جواه بريشر 8 ميجا باسكال، الريديوس بتاعه متر وربع والتخانة 15 ملي. حلو، عايز يعرف حاجات كتير بقى. نورمال اند شير ستريس كومبوننتس الونج ذيس سيم اف ذا انترنال بريشر از 8 ميجا باسكال. سيم ايه؟ اللي هو سيم ويلدنج، اللي هو عامل هو التانك ده مصنعه ازاي، جايب شرايح ولففها على زاويه 45 ولاحم على الزاويه دي. فعايز يعرف الاستريسز عند اللحام ليه، علشان طبعا يشوف اللحام ده قوي كفايه ان هو يشيل ولا ما يشيلش. انا عندي شيت ميتال ولف يعني ولا هو طريقه التصنيع في كذا حاجه، يا اما بيجيبوا نصين ويلحموهم على الطول، يا اما في حاجه اسمها سيملس بايب بيعملوها اكستروجن، يعني يجيب لك الحديدة ويقوم جايب بانش في النص وساحبها. في كذا طريقة للتصنيع، في طريقة من التصنيع ان هو بيجيب شيت ويلفه على زاوية ويلحم داير ما يدور على الزاوية دي. خلاص؟ طيب، يبقى أول حاجة هنعملها في المسألة دي إيه؟ إن إحنا نحسب الاستريسز عندنا نتيجة دي سيم وولد بريشر بيس العادي. فهيبقى عندي سيجما أكسيال بي آر على 2 تي وسيجما هو بي ار على تي. عندي كل الداتا، يبقى دي 8 ودي 1 وربع ودي 15 ودي نفس الكلام، يبقى هجيب السيجما اي والسيجما اتش. اتجاهاتهم ايه؟ هاجي هنا هحط ده الاكسيال وده الاو. في الاول هحلها من غير القصه دي، هنشوف بعد كده هنعمل ايه. طيب، او لسه يعني هنجيبها في الاخر، ولا ممكن نجيبها دلوقتي وخلاص عشان نشوف. هو اصل المساله مش واضحه قوي ان ندخلها في الاول، يعني هو كان طالب الاول النورمال والشير نيجلكتنج ذا ويت اوف ذا جاز اند ذا كونتينر. يعني في الاول هنحلها كانه مفيش حاجه غير دول. طيب، فسيجما اتش وسيجما اي مساله عاديه خالص. يبقى احنا عندنا دلوقتي بس عايز هو على مستوى 45، يبقى انا هاجي كده هقول سيجما اكس داش بتساوي القانون بتاعي اللي هو سيجما اكس سيجما واي على جبنا الاستريسز في الاتجاه الاكسيال واللوب، وعشان نجيب على مستوى مايل اللي هو بتاع اللحام هنجيب السيجما اكس داش والسيجما واي والتاو اكس داش واي داش والسيجما واي داش. لو عوضت ب 45 يبقى العموديه على اللحام هي السيجما واي داش. الواي مش الاكس، الاكس الاكس اللي هتبقى لو جبت اه بتيتا 45 ده 90. يعني انا لو جيت هنا على جيت كبرت كده في النص
هاجي احط الاليمنت بتاعي واقول عندي دي كده سيجما واي داش سيجما اكس داش وتاو اكس داش واي داش. خلاص عايز النورمال ولا الشير؟ عايز كله نورمال والشير. في اتجاه 45 ولا العمود؟ ال 45 دي انا حسب انت برضو هتاخد مين. لو انا هاخد ده اتجاه اكس العادي اللي هو سيجما اي يبقى انت هتعوض ماشي المحور اكس الموجب بتاعك كده صح. فانت لفيت لو لفيت 45 هتبقى اللي جايبه بسيجما اكس داش في الاتجاه ده اللي هي على ايه في الاتجاه العمودي على اللحام او عمودي على الاتجاه بتاع اللحام. لكن لو انا عايز العمودي على السطح بتاع اللحام هيبقى الواي. انت مش محتاج تعمل كل ده انت مجرد لو رسمت الاليمنت او كتبت حتى رسمت المحاور بتاعتك دي هتفهم انت حاسب ايه. وعايز الكومبوننتس دي اكس داش كل الثلاثه الاكس داش والواي داش. بس انا عامل على السطح الاوبنت ولا عامل على سطح اللحام مش تفرق. انا عامل على سطح اللحام لا تفرق طبعا كل واحده بتعمل حاجه مختلفه. بس هو عايز يعني اه بس هو على فكره ممكن يجود على المساله. يعني ايه يجود على المساله؟ يقول لك انه هي اللحام هيفك لو النورمال ستريس بمثلا 100 ميجا باسكال. النورمال ستريس اللي هيفك اللحام هو الواي داش مش الاكس داش. لازم تبقى فاهم ده ليه؟ لان الشيتين ملحومين كده. فالنورمال اللي هيفك اللي هو هيشد كده. لكن الشير لو قال لك الشير اللي هيفك ب 50 يبقى الشير ده. يبقى الاكس داش دي هتجيبها بس هي مش هتفرق معاك في حاجه. طب يا باشمهندس الشير اللي مع الاكس مثلا عنده 45 كده في شير كده عندها الشير دي مش هتعتبر هتحاول لا الشير هتفك بس في اتجاه تاني هتفك في اتجاه الشير مش هتفك كده. اه يعني اللحام هتاخده السنه الجايه في الديزاين. اللحام عموما تحسبه ازاي وتحسب له الستريس ازاي الكلام ده. فانت بتحسب له شير ستريس وبتحسب له نورمال ستريس. نورمال ستريس لو هيفك كده وشير ستريس لو هيفك كده ولو كومبايند بتشتغل برضه كومبايند. يعني لو شير ستريس هاخد ده واي ولا هاخد سيجما اي؟ لا لو شير لو هو قايل لك انه الماكسيمم شير بتاع اللحام برقم هتاخد التاو الاكس واي. لو قال لك النورمال لو قال لك النورمال ستريس الونج اللحام ايوه بالظبط. والنورمال لو قال لك النورمال ستريس اللي هيفك تاخد سيجما واي مش اكس قصدي واي. طب وين يعني لما حاله اكس هيقول لي عند ايه؟ عند اللحام برضه. هو يا باشمهندسين القصه ايه؟ نفترض انه دول الشيدين اهم خلاص ملحومين ايه بالمنظر ده. فانت دلوقتي هما ممكن يفكوا عن بعض انهم يتشدوا كده او يتحركوا من بعض كده. يتفكوا كده يعني السيجما واي وصلت لقيمه معينه اقوى من اللي اللحام ماسك الجزئين في بعض. فده كيس ممكن يجيبها. الكيس الثاني انه يقول لك لا الشير هو اللي انا قلقان منه فساعتها هتساوي تاو اكس داش واي داش. خلاص؟ ايه؟ لا الاكس داش بتشد الشيب نفسه كده ملهاش دعوه باللحام بتشيد الشيت نفسه. طيب هو عايز اصلا في المساله ولا المفروض اعمل ايه؟ هو دلوقتي انت بس لو انا حاسس بالراحه بالراحه البريشر فاهم الجزء ده؟ طيب احنا دلوقتي ده السيجما اي والسيجما اتش في الاتجاهات الاكس والواي. هو مصنع الفيسل عن طريق ان هو جايب شرايح وملحمها على زاويه معينه. حلو؟ طيب فهو بيخاف غير السترينث بتاع التانك نفسه يخاف ان اللحام يفك. اللحام نفسه ممكن يفك عشان كده بنحسب الاسترسز على المستوى بتاع اللحام اللي هو ال 145 درجه. ال 145 درجه جبناها ازاي؟ عن طريق القوانين عادي. خدت الزاويه ما بين المحور اكس والمحور اكس داش اللي هي ال 45 رجعت عوضت بيها في القوانين جبت اللي ايه القيم ما فيهاش مشكلة. طب انا مش فاهم اسمه يعني طب يعني سيجما اكس وسيجما واي طب اطلع لي سيجما اي وسيجما بالظبط الاي والاتش اللي هم عندي اصلا في المسألة اللي انا حسبتهم يعني دي في اتجاه اكس ودي في اتجاه واي. وعليه لما يكون عايز على السطح باخد الواي على السطح اللي هو
فبعد كده انا بقول ايه، فممكن ممكن اللحام يفك عن طريق حاجتين، يا اما ان السطحين يتفكوا كده او يتحلقوا على بعض. يتفكوا كده يبقى انا هساوي السيجما واي داش بالقيمه الماكسيمم اللي هو قايلها، لان السيجما ممكن يعني لو الاسم المسمى ملخبطك يعني هما A و H دول قيم، انت عايز تسمي المحاور A و H ينفع عادي، عايز تسمي يعني فاهم سميهم احمد مش هتفرق، اصل هي انت كده كده يعني هتحركهم، انت بتنسب محور جديد لمحور قديم خلاص، فمش هتفرق المسمى ده، المهم تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. هو على فكرة ده مش مطلوب في المسألة دي، انا بقول ممكن يطلبوا منك في الامتحان. هنا في المسألة انت هتقف عن ان انت تجيب الاليمنت وعليه الاكس داش واي داش تساوي اكس داش واي داش. لو هو عايز يزود جايب لك مثلا بريشر مجهول، هتحل المسألة بدلالة البريشر وتساوي بقى خلاص. طيب بالمناسبة دي هقول فكرة بتيجي برضو كتير، ممكن ما يجيب لكش سيرة اللحام، يقول لك ايه الماكسيمم اللو بالشير ستريس في التانك بكذا بمية والبريشر مجهود البريشر، ساعتها ما جابلكش سيره اللحام، يعني انت لازم تقرا المساله كويس الاكسل والهوب وهنجيب التاو ماكسيمم. ساعتها هتشتغل، هو يقول لك يوزنج لو يوزنج تريسكا او يوزنج فون ميسيس. ايه تريسكا وفون ميسيس دول؟ المفروض خدتهم في المحاضرة. لا خدناهم. جلال فيلير سيريز. طيب مش مهندسين. نركز بقى عشان ايه نفهم القصه بتاعت الشير ستريس. انا افترض ان انت بعد ما حليت المساله بتاعتك خلاص جبت البرنسيبال ستريسز الثلاثه. ايه الثلاثه دول بيجوا منين؟ احنا قلنا في المسائل العاديه كده كده هيبقى كل الستريسز عندك في البلين، لكن مساله زي بريشر فيسل ممكن يبقى عندك في كذا مستوى خلاص. في مسائل في الشيت هتلاقي اليمنت عليه ستريسز كده. بيحصل ايه لما تيجي ترسم مور سيركل؟ هيطلع لك ثلاثة مور سيركلز مش واحدة. هنقول لو احنا افترضنا مثلا سيجما واحد بمية، سيجما اثنين بخمسين، وسيجما ثلاثة بعشرة. دول ايه؟ برنسبال ستريسز، يعني الشير عندهم بزيرو. هاجي هنا 10 50 100 برسم بين كل اثنين دايره وبين الاولى والاخيره دايره كبيره. حلو. الدايره الصغيره دي اللي هي كنا بنشتغل عادي لما بحسب التاو ماكسيمم اللي هي الجذر التربيعي بتاع سيجما اكس زائد سيجما واي على اللي هو القانون، مش كنت بطلع التاو ماكسيمم؟ دي اسمها تاو ماكسيمم ان بلين، يعني في المستوى بتاعي دي اكبر قيمه للشير ستريس ممكن احصل عليها. لكن وارد ان انا بقى ملف، انا كنت بلف المحور بتاعي ازاي كده؟ يعني انا لو ده الاليمنت بتاعي فانا كنت بتحرك كده. طب وانا مين قال ان انا لو ممكن اتحرك كده كده في اي حته ثانيه في ال 3 دي يكون عندي قيمه اكبر بقى من الكلام ده كله؟ دي اسمها تاو ماكسيمم ابسوليوت او تاو ماكسيمم اوت اوف بلين، اللي هي مين؟ اللي هي الدايره الكبيره دي. فالدايره الكبيره دي لو جيت احسبها هتبقى سيجما واحد ناقص سيجما ثلاثه على اثنين. كنا شغالين على انهي واحده؟ طول عمرنا شغالين اللي هي التاو ماكسيمم دي اللي هي بالقانون. لا مش قصدي على انهي دايره يعني من دول. لما كنا بنرسمها في الاول انهي دايره؟ واحد كنا اي حسب المساله واحده من اللي هم الصغيرين دول. مثلا انت عندك بلين واحد شغال فيه فاخدت دي او يعني حسب المساله ممكن تبقى حظك كويس والماكسيمم ان بلين هي الاوت اوف بلين. فدي قصه ثانيه. طبعا عليك. انا بشرحها ليه؟ والزاويه دي بقى تبقى ايه؟ الزاويه دي اللي هي اللي انا قطعتها دي في اللي هي الدايره الكبيره دي. تبقى في بلين برضو؟
عشان الدايره الكبيره دي انا اتحركت على زاويه. لا بلين تاني بقى. اه زاويه بس في بلين تاني. مش مطلوبه منك تجيبها انت لما بنتكلم هنا بقى مش مهم الزوايا مهم القيم. هي كام؟ طيب نركز بس عشان الحته دي صعبه شويه. ده كده مبسطه اصلا في الحقيقه الحاجه اللي هي السيرفس ده سيلندر. بس هو بيترسم دايره هنا عشان بس ايه. طيب احنا ايه القصه؟ جبنا دلوقتي اكبر قيمه اللي هي واحد دي الماكسيمم وثلاثه ده المينيمم عشان اجيب نص قطر الدايره الكبيره سيجما واحد ناقص سيجما ثلاثه. دي بساويها بالتوأم بتاع الماتيريال دي اسمها تريسكا تير. خلاص تريسكا ده واحد طلع النظريه دي. دي هتفيدني في ايه بقى؟ هتفيدني ان انا في مسائل بريشر فيسلز كمثال فعندي سيجما اكسيال مثلا وسيجما هو دي بخمس دي ب 10 ودي ب 20 صح؟ احنا قلنا دي ضعف دي والثالثة بزيرو. بتحط القيمة الثالثة بزيرو ايا كان يعني احنا بنحط ثالث واحدة بزيرو وبنرتبهم الكبير للصغير. يعني دي هتبقى دي سيجما واحد دي سيجما اثنين ودي سيجما ثلاثة وبعمل واحد ناقص ثلاثة على اثنين بسويها بالألوب اللي هم مديوني في المسألة. خلاص؟ لو عندي في مسألة ثانية هو مديني الإليمنت يعني مديك إليمنت كده مديك إليمنت كده دي 10 ايه؟ نعم؟ ده اللي جبته من بلاي؟ التوأم لا ده هو دي خاصية بقى بتاعت المادة اللي هي دي ده الماكسيمم ولا ده لا الماكسيمم اوت اوف بلين الابسوليوت اكبر قيمة اللي هي 1 ناقص 3 دي اكبر قيمة. خلاص؟ فاش وان سي مسألة لو جاب لك إيليمنت زي ده وقال لك طبق تريسكا ساعتها هتعمل ايه؟ دي هتبقى عندك فيه سيجما بسالب 10 وسيجما ثانية ب 50 والثالثة ب 0 صح؟ اه مين بقى اللي هيبقى سيجما واحد؟ دي ودي اثنين ودي ثلاثة الأكبر صح؟ اه فأنت بترتبهم عدديا مالكش دعوة بالإشارة يعني 10 يعني لو عشان يبان هنخلي دي ال 10 ودي ال 50 يبقى دي 10 اكبر من 0 اكبر من سالب 50 انت مترتبهم كانك على خط الاعداد ده جبريا كده مش عدديا. ايوه يعني ليه بقول ماليش دعوه بالقيمه انا لا دعوه بالاشاره بالرقم يعني بالجبر يعني ف 10 هي سيجما 1 سيجما 2 هي 0 وسيجما 3 هي سالب 50. واخد السيجما 1 ناقص سيجما 3 على 2 اساوي الكلام ده بالايه؟ بالماكسيمم شير. في نظريه ثانيه اسمها فون ميسس. راجل ثاني عمل نظريه كده فالسيجما فون ميسس بتساوي ايه؟ 1 على دفع 2 الجذر التربيعي بتاع ايه؟ الفروع تربيع. دي مور اكيوريت صح؟ مش فكره اكيوريت يعني دي حاجه يعني في كيسز كتير بيطلعوا الاثنين نفس الحاجه. تمام؟ ففي كيسز ده بياخد بينكلود معاه نقط كتير يعني انت لو الفون ميسز بيتطبق في ماتيريالز معينه يعني تشير ستريس بيتطبق اكتر في الدكتال ماتيريالز الفون ميسز اكتر في البريتل ماتيريالز يعني كل واحد بيبقى اكيوريت في جزء معين حاجه معينه. خلاص فحسب هو هيقول لك في الامتحان تشتغل بأني واحده يا اما تشتغل بدي وتساويها بالماكسيمم نورمال يا اما دي بالماكسيمم شير. لو ما جابلكش سيره طبعا دي اسهل ان انت سيجما واحد ناقص سيجما ثلاثه على اثنين بتساويها بالماكسيمم خلاص يعني انا بسويها باللي تحت دي لا دي الاثنين بيتوقعوا لك الجسم هيتكسر امتى؟
انت في الاخر الجسم عنده ييلد سترينث وعندك فاكتور اوف سيفتي. فقال لك العمود اللي بره الحديد ده معمول من ستيل اليد بتاعه 300 واخد فاكتور اوف سيفتي 2. فانت كده الالاوبل نورمال ستريس 150 والالاوبل شير 75 يعني الشير نص من النص. معلش انت ما وصلت ولا لا دي التقدير اللي هتطلع لك الماكسيمم اوين بلين اللي هي نص سبورت لاي دايره من دول. معلش هو البتاع ده بس يعني هنعيده تاني برضو بس خدوا فكره عنه عشان هو شويه ايه ده التجميعه كلها بتاعت يعني هو بيديني رقم وانا بعوض يعني بس هو المعدل ايه ايوه بس مثلا لو هو في المساله دي مش مديك بريشر وبتحصل كتير يجيب لك مساله زي دي وما يجيبلكش بريشر ويسويها لك يقول لك اليلد بتاع الماتيريال مثلا كذا والفاكتور سيفتي كذا ريسك بيطلع شيء مش بيطلع لك انت بتساوي المساله بتاعتك ادي سيجمات اهي بس بتسويها بشير الاول بالشير الاول واللي هناك اللي فوق سيجما الاول سيجما الاول لو هي تو دي لو هو مدي لك احنا بريشر بيسر بيبقى 2 1 طيب شو ما احنا فهمنا كده الايه الفكره بتاعه المساله دي الجزء الاولاني خلاص حد عنده سؤال حد فاهم حاجه طب وقعتوا منين وانسن ازاي بس استجم الشير ازاي بس استجم الشير اترسك ازاي بس استجم الشير انت مش بتساوي سيجما بشير انت بتساوي شير بشير انت عارف انت بتعمل ايه انت على الدايره الكبيره عايز تجيب الداو ماكسيمم ابسولوت اللي هي اكبر قيمه للشير ستريس في الخامه الداو ماكسيمم دي عباره عن ايه عباره عن نص قطر الدايره الكبيره دي قيم دي نقص دي بقيم تمام انا عوض بالبكتورات في الكلام ده اشوانسين فهمتوا طب وقعتوا من اول فين يا اشوانسين في حد مش فاهم انت كاتب ايه دول دول بيجيبوا لي ده كده بقى جنرالايزد ستيت اوف ستريس يعني 3 دي ستيت اوف ستريس فاي بقى عندي يعني عاده في ما انتوا في المستوى بتاعكم هتشتغل مسائل كلها 2 دي اخرك يعني بريشر فيسل هيبقى اخرك 2 دي وعليه مثلا ممكن لو في شير فورس هتزود على فين من بلينز دول فانت مش هتتعرض اصلا لل 3 دي ده غير لو هو جايب لك اليمنت زي المسائل الشيب عليه الاستريس مش هتكسبها فلو هو جايبها لك فهتحسب الاستريسز وتشتغل بالمنظر ده خلاص؟ صار اصغر قيمه على اثنين بتساويها بالالاو بتشيل ستريس اللي هو مديه لك في المساله تطلع المجهول بتاعك او انت ممكن انت اللي تطلع الفي الاو على حسب هو طالب منك ايه في المساله لو جايب لك الفور بيسز يبقى انت هتعوض في الطن اللي هو نص الجسر التربيعي بتاع الفروق التربيعي ايه؟ ماشي يا شمانسين؟ طيب هنرجع للمسألة دي احنا كده ده اول جزء فيه الجزء اللي بعده بقى فون ميسيس هي بس بتساوي بدل ما انت بتساوي بالماكسيمم او بالالاو بالشير بتساوي بالالاو بالنورمال بس المعادلة بقى كبيرة شوية يعني هو بتاخد الثلاث استريسس في اعتبار الواحد والاثنين والثلاثة بتجيب القيم بتاعتهم من المسألة بتاعتك وترجع تعوض بيهم وايه وتساوي بالصح طيب ايه سالفة؟ لا انا مستعجل بسرعة عايز اصور البتاع انا هكمل المسألة دي مبدئيا بس عشان فيها جزء برضه ايه مهم ايه؟ طيب نرجع للمسألة دي بقى برضو فيها كذا نقطة مهمة هو هنا قال لك ايه لو المسافة بين السبورتس 2 ال على 3 الطول التانك والطول بتاعه ال دي 3 متر الجاز ويت تم
الامتي ويت امتي كونتينر ويت determines the maximum shear stress when the container is fully loaded. هنعمل ايه؟ عايز بقى اول مساله او اول جزء كام عامل اهمال للوزن بتاع التانك واللي جواه. احنا محتاجين بس الاول نجيب الويت صح؟ هو عايز المملية كلها؟ اه. الويت بتاع الكونتينر هنجيبه ازاي؟ الويت المساحه في الـ في الـ في الـ اه احنا اول حاجه يا شمانسين في سؤال؟ لا طيب نركز بقى. يبقى انت في الاول هنا دي الربع يا حبيبي يبقى احنا عندنا الويت بتاع الدانك. طب ما اسيب انا المساله عباره عن الماس بتاع الدانك الايه في جي. طب الام دانك بكام؟ الام على بي ثانيه رو ام على بي يبقى ايه رو بي خلاص 7800 في باي هتحسب الكثافة بتاعة الحديد في الامتحان ان شاء الله. هتحسب هنا باي ار تربيع ار اوتر تربيع ناقص ار انر في الطول اللي هو في ال اللي هي 3 متر خلاص. دي الاقل او دي زائد اصلا زائد الكثافه ار ايه مربوط متر وربع وهتزود عليه 15 مللي هتطلع الار اوت. علينا مش كده في الفوليوم يعني هو ده الفوليوم المهم هتحسب الفوليوم بتاع سلندر يعني احسبها 2 باي ار في تي بس 2 باي اه هو ده مش رايح فين مش هتفرق اللي هي الار اللي عندي وخلاص. لا ما دي الار ايه انا حسبت 2 باي ار في كتير انت دي متر وربع يعني 1250 و15 هتفرق مين ولا هتزود 7 ونص انت فاهم؟ زندانيا برضه فات صح؟ ايوه ايوه بس انا بتكلم دي عشان لو حد متلخبط ده كده انا عملت 2 باي ار محيط في ال في 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 ال في ال اللي هو 3 متر. في حد مش فاهم هنا بنعمل ايه؟ باشمهندس مهندس استنتجت دي على اساس ان هي 10 ديلتا. انا استنتجت دي ما استنتجتش حاجه وانا هنا هسالك 15 مللي اهي 15 مللي انا ضربت 2 باي ار في دي؟ ايوه 2 باي ار في دي. 2 باي ار في دي بحول السيركمفرنس بضربه في التخانة عشان اجيب الاريا كانها بتحكيها شريحة. طيب الرو انا فريضة يعني هي بتاعت ال 60 7800 يعني عموما هديها لك في الامتحان ان شاء الله خلاص. فكده حسبت الايه وزن التانك. عايز احسب وزن الغاز اللي جوه التانك ده مفتون بالظبط يبقى اضرب ايه بتاع الفلويد طن الويت هجمع الاثنين على بعض. انا افترض هو طبعا المفروض في الامتحان يوضح لك انه دي كونسنتريتد لود في النص الكلام ده اللي هو ايه واحد وتم الويت اه كيف التطبيقات بتتنملي هتحلها بقى مساله عاديه خالص زي بتاع زمان. حط ار واحد وار اثنين ومسافه دي كام؟
على ذلك هون النهايه بس ما دلوقتي ده كده خلاص مساله عاديه عندك لوت في النص وعايز اجيب ايه بقى ار واحد وار اثنين جبتهم جبتهم من السيمتري هيطلعوا الاثنين قد بعض هتطلع دي نص يعني دي 9 على 8 يعني جبناها هترجع بقى ايه تاني الكريتيكال سيكشن ها هتجيب الرياكشنز دي ترجع لهم للكريتيكال سيكشن الكريتيكال سيكشن مساله عاديه خالص كانه بيه يعني عنده ماكسيمم ايه عنده الماكسيمم مومنت هيبقى هنا في النص وعندي ماكسيمم شير وعندي شير فورس ديجرام عامل كده خلاص ده بيعمل ايه بيعمل اني نوع من الاستريسز ده بيعمل شير ومومنت لا اللي فوق ده مومنت وده شير المومنت بيعمل ايه بالظبط التنشن والكومبريشن اللي هيطلعوا لي اللي هم عباره عن سيجما ماكسيمم او سيجما بيندنج هيساوي ام فاي على اي اللي هي ار 2 في ده المومنت بتاعي اللي هي في 1 2 ال على 6 2 قصدي في 2 ال 2 ال على 3 على 6 على 6 يعني ال على 3 على 3 ايوه في الواي على الاي بتاعتي اللي هي كام اللي هي باي على 64 دي ايوه 4 ناقص 2 الله عليك دي اوتر اس 4 ناقص دي انر اس 4 دي اللي هي 2 ونص اللي هي 1 وربع في 2 ودي هزود عليها ايه تخانه هو لازم اصلا اعمل كده مش كده مش فاهم لا تكتب هيطلع بزيرو هيطلع بتقسم على انفينيتي لازم تحسبها يعني كده هيطلع مين بزيرو لما ما حسبها دي قد بعض هو هياخد واحد دي اوت كده اعتبره سوري طيب يبقى احنا هنا اللي هيطلع لنا دول هيطلع انه في عندي نقطة عندها ماكسيمم تنشن ونقطة عندها ماكسيمم كومبريشن. دي أكبر نقطة صح؟ وأزود عليها دي ثانية واحدة بس. يبقى احنا هنا هيطلع على حسب الدايركشنز دي هنا ده ماكسيمم سيجما ماكسيمم كومبريشن وهنا سيجما ماكسيمم ايه؟ تنشن. حلو؟ أنا اللي يهمني مين؟ الماكسيمم تنشن. ليه بقى؟ عشان هاخد ارجع اجمع على مين؟ على السيجما اكسل بتاعة البريشر بس صراحه هي المساله دي تبع دي؟ اه بص هي دي مساله ايه كومبو يعني دي لما لك المنهج كله فعلا من غير مبالغه لسه اكيد تشيل ستريس دي في كيو على هاي في دي على نقطه وترجع تحصل على اليمنت تحسب البرنسبل وترجع ترسم الكلام ده لا يعني اكيد مش كل دي هتيجي لا هي دي فانا ممكن احل لكم المساله دي بالتفصيل عشان بس كده خلاص ايه ده احنا خلصنا؟ هبقى ساعة فيها